المزيد مشاهدين حول انضمام مصر لتجمع البريكس تستعرضه لنا الزميلة فاطمة خليل أهلا بكم مصالح متعدده دفعت مصر للانضمام الى تكتل بريكس وابرزها تعزيز الشراكات اقليميا ودوليا وتعظيم الاستفاده من المزايا التفضيليه التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات او فتح اسواق جديده امام الصادرات فضلا عن توافق الرؤى الاقتصاديه للبريكس مع مستهدفات رؤيه مصر 2030 تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين حيث تعمل في مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر عام 2023 يتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والطاقة حيث اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة وعلى مستوى التبادل التجاري وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و مليون دولار وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية الروسية في منطقة قناة السويس أما العلاقات المصرية الصينية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16 مليار و200 مليون دولار عام 2022 ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجي نقطة مهمة في مبادرة "حزام واحد طريق واحد" التي أعلنتها الصين في عام 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشراكات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين. أما الهند فتعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 نحو ستة مليارات دولار. وما يميز العلاقات المصرية الهندية أنها تخطت إطار التبادل التجاري نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفني. وفيما يخص العلاقات المصرية البرازيلية فقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين أربعة مليارات دولار خلال عام 2022 حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع المكسور في مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بين أعضاء التجمع. وعلى مستوى القارة الأفريقية قامت مصر بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة بريكس بعد إعلان جنوب أفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر. اهم المكاسب الاقتصاديه المتوقعه لانضمام مصر لدول بريكس. خاصه مع زياده اعضائه تتمثل في تعزيز علاقات مصر التجاريه لتصدير المزيد من منتجاتها الى الاسواق الناشئه الرئيسيه وزياده الاستثمارات الاجنبيه الوارده الى مصر حيث اظهرت بيانات الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره ان مساهمه الاستثمارات التراكميه لدول بريكس بالنسبه للدول الخمس المؤسسه او الاعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17 مليار و400 مليون دولار حتى سبتمبر عام 2023 ومع زياده معدلات نمو الاقتصاد المصري من المتوقع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي لتكتل بريكس بعد انضمام الاعضاء الجدد الى 38% من اجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024 خاصه مع انضمام مصر وعده دول اخرى للمجموعه